شوف هالعمري حبيت ومخلف عين حمراء كحلة. عمري جميل ومميز وفرخ الزلمة وطاير بالأشرفية. حبيبي يا أخوي عامر جميل بكرة بتمنى الشيوخ تكون معي على الموعد. ما بهمنا نبيع ونشتري زي ما بدنا نفرجيك. وبلشت الشفة ترفع والله أنا عشان الشيوخ ومرتبين أنتو ولا في ناس أمانة الله يعني وضعها. ثبت رقمك للشباب تاب أبو شاهم الكشكي عندك تاب. عمري أزرق عين حمراء وطير زي المكوك الحايك. بتسألوني شو المكوك الحايك بعرفش. محمد القدومي منور حريق الطير من جاك. ليش مين حط رقم بنت ولا قلت تسحيش عدمك؟ خلص بتسحيش عدمك شو يعني؟ ليش دخلني عادي يعني عمرك ما رنيت على بنت وعكست وقالت لك تسحيش عدمك؟ رنيت ابو شهم على المزاد بسرعه انجز. عشرة صلاح مراد العم عبد الله منور الغالي. مخلف وزي المكوك الحاي واول مره بنباع. وعشرة مراد صلاح وعشرة مراد صلاح جلف القرقاطي يعني. او كينج الشكلي وعشرة صلاح مراد وصلاح مراد عشرة والله معاذ عبد الله الله جبر والقدوم 11. مش رانا حدا بديش اعتمد حدا جديد. هاي اخوان رقم لؤي اخوان يعني بنت بتقول له لا تستحي احمد. ها اخوان رن ولا بقول له البنت بتقول له انت ما واحد ما بتستحي برضيكو. وجه اخوي قلب احمر طلع خدشت رجليته يا اخوان. حطوا ارقامكم بالله عليك بما يرضي الله. واتنعطل يعني الزلمة زعل بقول لي بتقول لي ما بستحي برضيكو يعني اخوي احمد اليوم الله ما ينام لي. اوه اذا بس كيف ينام واتنعطل صلاح مراد واحد اتنين صلاح مراد ثلاث صلاح مراد أربعة صلاح مراد أحمد متضايق خمسة صلاح مراد ستة صلاح مراد سبعة صلاح مراد وثلاثة العم عيسى أبو أحمد حرك لي والعم عيسى أبو أحمد الكينج الشكلي الأزرق واحد العم عيسى أبو أحمد وخمسة صلاح مراد وعند صلاح مراد واحد صلاح مراد اثنين حريق الطير من غادي عم صلاح مراد ثلاث حبيبي يا عم ابو حسين من بعدك بنتعلم منك طير بالاشرفية عم ابو احمد اربعة صلاح مراد خمسة صلاح مراد كينج الشكلي ستة صلاح مراد سبعة صلاح مراد ثمانية صلاح مراد تسعة صلاح مراد وعشرة صلاح مراد طاير بالأشرفية عم أبو أحمد وربنا يبارك لصلاح مراد بالأشرفية عم أبو أحمد كينج شكلي بحباك بسدر طير عسكري جالس من الحمامات نفسهم ومن دقيقة ليرة. شوف هالوقف عليه شوف يا ديبو شل الفعل الطيرة من عنده طبعا عصم مايها حرك لي كينج شكلي حرك لي الطير لهان مش مبين اخوان حبك بسدر بجرين بدنب و15 العم هيثم عطوان و10 الحباسي حبيبي علي اليزوري كبرياء رجل ابو فاور الغالي منور و15 العم هيثم عطوان واخوي رائد 15 ملك السعايده منور واحد العم هيثم عطوان و16 الحباسي والحباسي 16
احمد الجيل في القرار ولا الكينج. الكينج الشكل الازرق مشان واحد الحباسي، اثنين الحباسي هذا اخو غالب، ثلاث الحباسي ابراهيم الناطور رقمك، اربعة الحباسي، خمسة الحباسي، ستة الحباسي، سبعة الحباسي 16 ايش ثمانية الحباسي، تسعة الحباسي، عشرة الحباسي، والله يبارك للحباسي. طبعا عندي كينجات برمليات صفر وحمر اذا بدكم، بس مش همر. 30 ابراهيم الناطور مره واحده. شوف كينج هالشكل الازرق، شوف 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 هالكينج شكلي ازرق، سدر بجرين بدنب جميل ومميز وطاير بالزرقاء عند جسر البيبسي. ها ها لا لا ما مش رنين، حركني الطير من عندك يا احمد. 15 الحباسي، والحباسي بيحكي لك 15، وعندي الحباسي 15 وصار ب 15. مش رنين حدا يا عمي، مش رنين، ابصر من وزهم علينا هذول. ومحمد بني حسن 15. علي بقول لك اللي بص عليه طيب كان زود قبله الشباب، اذا مو اعتمد خلاص الله يبارك. مين علي؟ علي ابو شعب هذا هو عنده الطير. الطير عندك بقول لك يا ايش بقول لك خلص ما في مشكله. بدك شيء برجع بنزل. لا بده نقول خلص اخوي المعتمد يرن على الرقم. ايه والحباسي 15 واحد اخوي بتوصل من وصل داخل عمان والزرقاء اثنين. والله في جلد قراقطة يا صلاح. ثلاث اخوان رن على أربعة الحباسي، خمسة الحباسي، ستة الحباسي، سبعة الحباسي، ثمانية معتصم الحباسي، تسعة معتصم، عشرة معتصم، وربنا يبارك لمعتصم. حبيبي يا عم أبو العبد الغالي هاي جلد قرقاطي يا صلاح قو. جلد قرقاطي عين حمراء طير موعد ومن دقيقة ليرة واحدة. حبيبي يا قطاوي منور ومن دينار دقيقة واحدة. والله يا قطاوي وهدية لإيهاب الغول والنعم دايما يا قطاوي النت 30 مرة واحدة يا قطاوي. قطاوي شاهد بصمت ترى أنا الناب رميته 7 مرات مش الطير بغير صماي مرة ولا تطلع علي جارتي ما لنا يا صاحبي. يعني كان الطير ب15 بس انتهى شمط 30 يا صاحبي بالله عليكم يا اخوان بالله يا رب اضل ساكت. عبود 12 قطاوي اصحى 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 بالله عليكم يا اخوان انا مش طالب مدرسة ورا الشاشة. 16 عم ابو احمد و16 العم ابو احمد و10 صلاح مراد و16 وعند عيسى ابو احمد العم الغالي 16 جلف قرقاطي طاير من اشرفيه وطير حمام وقوي والعم ابو احمد واحد العم ابو احمد اثنين ثلاثة ابو احمد بيطير بالاشرفية اخويا فعور خمسة ابو احمد ستة ابو احمد هات المكاوي الازرق سبعة ابو احمد ثمانية ابو احمد تسعة ابو احمد عشرة ابو احمد وربنا يبارك. اخوان انا والله مرات بحب امشي بس بدي احكي لكم شغلة اللي ورا الشاشة اللي ورا الكواليس انا بام
صلاح قطاوي دائما النت متاخر عندك. لا تزعل يا صاحبي، كلام الحق لا يزال. مكاوي ازرق قرفيلي طبشي طقطوق ناعم امور وطير قوي. اسلام انتهى، حكوا علي دقيقه واحده يا اخوان، اضرب تعليقي. مرحب يا اخوي مكاوي ازرق قرفيلي طبشي عين بيضة ومخلف وطير قوي، راح تكش وترن علي ومن دينار دقيقه واحد. كيفك مشتاق لك يا قلبي، كيفك انت؟ حرك لي الطير يا احمد خليه يبين. هات الباقي. لا يا زلمه من وين بدي اعرف؟ هات الباقي. مكاوي قرفيلي طبشي زراك جميل بحباك سود في طواير، لو سمحت والله ما عندي يا اخوي، بكره احلى طواير. حبيبي يا احمد مكاوي منيح وكويس، قرفيلته طبشي بس قرفيلته مش مبينه يا اخوان على الشاشه، زراك جميل ومن دينار دقيقه واحده، الا هون الاسود نزل ورفعته. نرفعه ارفع بدون مشيه. هات العبس الاسود بعدين، ها يلا العبس العبس مجنون. اعطوني تم بعد اذنكم شباب. عبسي اسود سواد مثلك عين حمراء ذنب 12 ريش وطير راح تكشه. السلام عليكم، تحية من المغرب. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله أخوي. عبسي أسود سواد مثلك عين حمراء ذنب 12 ريشة وطاير مع الحمامات، ومن دقيقة ليرة واحدة. يلا هذا فز واحد إي هاب، وراح يشمط مش مبين هيك، خليه يوقف يا أحمد. عم أبو بشار اليزوري منور يا غالي. خلص اتحرك يعني ماشي حاله، يعني احنا نعطيه نص اتجاهاته للكاميرا. ابراهيم السبعاوي منور يا غالي. حبيبي عمو بشار بيتك عامر يا رب. يلا اخوان يلا خلص بدون مشي، ارفع لي خلينا نخرش. في صوت راح حبيبي راح راح جد هاي رجع. خلينا نكمل احكي لهم احكي لهم. في صوت في صوت لا راح الصوت؟ في شيء جاي عنده صوت وفي شيء لا. لا الصوت منيح. صار؟ يلا هات هات الدبانة تعال اشرب فيه. خلص لأنه دائما بس أكبس هيك غلط بيروح. أعطيني الدبانة تعال اشرب فيه بسرعة. أنا دبانة. دائما بيروح بس أكبس عليها بالغلط. أنا واحد. هذا يا أحمد هذا الدبانة المحير. خلص تمام. حبيبي يا اخوي ابو العمواسي ابو سلطان دباني محير جميل ومميز وطير قوي طير كوم من دقيقة ليرة واحدة طير كوم. دباني توب محير ابن محير محترم ويحترم وطير كش وقوي. سلطان خذ رد لي على سلطان. صوت جميل كجمال عيونك طير قوي شغلكم والحمامات بالأشرفية وابعد ومن دينار دقيقة. يلا صار واحد اسمه مجموع ماشي. بس ليش مش 10 يا ابو ريان؟ السؤال القوي. و10 العمل تبع اطوار صلاح مراد 10 و10 صلاح مراد
أبو ريان السؤال القوي ليش مش 10 و8 القدومي وهم بيحبوك يا عم أبو بشار و10 العم هيثم عطوان أبو عدي و11 أبو ريان و11 أبو ريان بدي أنزل لك محير خلاص تمام أخوي هذا معتمد الأول شباط تمام و13 صلاح مراد و12 العم هيثم عطوان ابشر يا أخوي شو 15 صلاح مراد وصلاح مراد 13 رقم لؤي إخوان و13 صلاح مراد 1 هاي بدي انزل لعيون الشباب جميعا محير اعطيني محير 3 صلاح مراد 4 صلاح مراد 5 صلاح مراد 6 صلاح مراد في السيك يا اخوي احمد 7 صلاح مراد 8 صلاح مراد الريش عبد الناصر 9 صلاح مراد 10 صلاح مراد وربنا من عالي سماء يبارك لك يا صلاح شوف هالمحير شوف ليه المحير الجميل بس هذا هو مش همت بس بدهم طول عيونكم بس البتر شوف هالمحير شوف يا عم ابو بشار موجود ما سويت لا والله يا اخوي ما ينعز عليك محير محبك جميل ومميز وطير حمام ومن دقيقه ليره يا لا عمره حدا حوش بهالبلد شوف شوف هالثوب اللي عليه شوف هالجسم بدي انزل لك اذا كان التفاعل قوي عندي محير وبالمحير دائما شوف في ما طبيع لا والله يا اخوي ضايل 4-5 حمامات و15 صلاح مراد وصلاح مراد 15 وعند صلاح مراد 15 شامخ الكيلاني رن على الرقم المثبت يا اخوي و15 صلاح مراد شوف لي هالمحير الجميل المميز اعطوني تم ومشوني التعليقات يا غوال و15 صلاح مراد وعند صلاح مراد 15 حبيبي ابو العقباوي 1 صلاح مراد يلا مش خسارة 2-3 صلاح مراد 4 صلاح مراد 5 صلاح مراد 6 صلاح مراد لا 7 صلاح مراد 8 صلاح مراد 9 صلاح مراد 10 صلاح مراد وربنا يبارك لك اخويا صلاح في عندي احمد محير جوا من حمامات الاشرفيه هات لي الطويل شوف هالمحير اذكر الله وصلي على رسول الله ضايل 4 حمامات بالضبط اتحملوه لانه الكنجات تم تاجيره لا حمامات بكرة شوف هالمحير جسم بثوب بحبك لا 40 سنتي كده طير شرع وجسم وعليه كسمات وطاير بالأشرفية طبعا مش من القطعة هاي من قطعة قبلها نذكر الله ونصلي على رسول الله شو لعيون كلها ومحير في مجال تحرك لي الطير و12 احمد الهند واحمد الهندي بيحكي لك 12 نذكر الله ونصلي على حبيب الله محمد والهندي بيقول لك 12 والعم ابو بشار اليزوري 15 بس عشان قلت بحبهم يا عم ابو بشار حسام السلط منور اخوي ومحمد بني حسن 15 وعندي العم ابو بشار 1 يلا 2 العم ابو بشار 3 العم ابو بشار وين الصوت في الصوت 4 العم ابو بشار 5 العم ابو بشار صوت موجود عم ابو بشار
ست العمة مبشر، شوف لي مين مزود 16. سبعة العم أبو بشار اليازوري، ثمانية اليازوري، تسعة اليازوري، عشرة العم أبو بشار، وربنا يبارك. هلا عيونك عشان قلت لي بحبهم. ها.